اليوم عندنا آخر ملزمة وآخر شابتر اللي هو 13. هاي الملزمة هي كملزمة سهلة وحلوة مسائلها، ما بيها أفكار قوية، لكن بالمنظر أكو كم فكرة زايدة. والدكتورة قالت ركزوا على شابتر 13 و12، فإحنا بالمنظر راح نركز عليهم إن شاء الله، وبالقناة ما نقصر وياكم. زين، نجي على شابتر 13، أول سلايد مال المقدمة، ثاني سلايد مال الشغلات النظرية. طبعا ها، ركزوا على الشغلات النظرية، مهمة كلش، راح تجي بالفاينل الشغلة كترو فولس، فراغات كلها تجي، فركزوا عليها. مثلا هاي انترافينوس الاي في انفيوجنز، اول شيء يكون لازم شنو يكون ستيرال معقم، واكوياس بريبريشن ادمنستريشن انترافينوس، يعني يعطي معلومات، يقول لك هو يعطى بالوريد ويعطى باحجام كبيرة، شوفها شلون، ويقول لك انه هو يستخدم تو اكستند بلاد فوليوم واند اور بروفايد الكترولايتس نيوترينتس، مغذيات الى اخره، او ميديكيشن ادويه. زين، مثل منو؟ مثل الدكستروز اللي قالت عليه الدكتوره، نسميه احنا عاميه نسميه الحلو، اللي هو الدكستروز يكون بي يعني جماعه انخفاض السكر وهيك شيء، ان اي سي ال كلوريد الصوديوم المالح، هو اللاكتيتد الى اخره، رينجرز وما ادري شنو. يعني هاي الفقره تحفظوها ومن الترجمه راح تفهموها. زين، ورا ما نقلب الصفحه راح نلقى الجدول. الجدول هذا مهم، هذا ممكن يجي على شكل مسائل، ممكن يجي فراغات، يعني تجي فراغ تقول لك اعطيني النسبه، هذا تحفظوه، يعني حيل مهم كل واحد وشنو. زين، هو شلون يجي؟ يجي اختصار على يمين، على يمينك، والمطلوب اللي على يسارك، يعني شنو يجي دي 5 دبليو او دي 5 سمول او دبليو. احنا لازم نعرف شنو هاي دي 5، معناها 5% ديكستروز ان ووتر. زي ممكن يجي شنو؟ يجي دي 5 ان اس او دي 5 هالف ان اس، يعني نصف ان اس، يعني شغلات انتم تحفظوها مطالبين بها، يعني شغلات صغيره لكن تجيب درجه لملوم. زين، نجي على اول مساله. شوف الطلاب، قبل ما اجي على المسائل بس خلينا نسوي مراجعه سريعه. هاي المسائل مال هاي الشابتر يعني 70% تعتمد على المبادئ مال الكورس الاول اللي وعده مكنك ويانا. شلون؟ اغلبها نسبه مئويه وحجم ووزن ووقت، هم ما كان عندنا، لا تذكرون وقت والقلب بطول وما ادري شنو وش قد الحجم، اغلبها هنا نفس الشيء. فقلت 70% يعني اذا مو 75 تعتمد على المبادئ مال الفصل الاول. فخلينا نشوف شلون. نجي هسه على اول مساله. زين، هسه نجي على هذا السؤال اللي صاير بالسلايد مباشره ورا السلايد مال الجدول. يقول هاو ماني جرام الاريد الجرامات مال اتش ديكستروز والصوديوم كلورايد اللي نستخدمها حتى نحضر 250 مل كيس مغذي يحتوي على الدي 5 هالف مارسلين. زين، راح اعطيك كم ملاحظه سريعه، هاي راح يفيدنا على طول هذا الشابتر، واساسا انها مذكورات واستخدمناها اكثر من مره، لكن هنا لان يخصنا هذا الشابتر. اول شيء، اذا عندك مل شنو يعني؟ اذا عندك حجم واذا عندك نسبه مئويه طلع من عندها جرامات. تريد تطلع جرامات، اول شيء تفكر به عندك الحجم مال اللي هو المطلوب ونسبه مئويه. زين، تريد تطلع جرامات، تريد تطلع حجم، لازم عندك جراماته والنسبه المئويه مالته، هاي نعرفها من زمان. النقطه الثانيه، تجي تبعها على السؤال تشوفه هو ايش قايل لك بي، قايل لك بي جرام، قايل لك ايتش لو توتال، اذا ايتش كل واحد بوحده ابوك الله يرحمه، اذا توتال نجمعهم بالاخير. زين، نباع السؤال، اول شيء قايل لك ايتش، وثاني شيء منطيك النسبه ومنطيك الحجم. خلاص، هذا هو احنا قلنا هاي لازم حافظيها. شنو يعني الدي 5 هالف نورمال سلاين؟ الهالف معناها 0.45 من النورمال سلاين، والدي 5 معناها 5%، لكن انت هاي 0.45% يعني لازم نقسمها على 100. زين، عندنا حجم 250 مل، شنو اللي نسوي؟ مجرد انه ال 0.05 ال 5% نقسمها على 100 ونضربها بال 250، وكذلك ال 0.45. دير بالكم تنسون القسمه، يعني من يعطيك 5% مو قبل تجي تضربها بالحجم، هذا الشيء خطا، لازم تقسم. وحتى لا تدوق، سوي نسبه وتناسب، سوي 5 على 100، 250 على اكس طرفين بوسطين، براحتك انت شلون ما تحل، لكن انا افضل الاولى تقسم وتضرب اسهل لك حتى ما تحير بالبسطه ومقام. زين، هسه نجي على هاي المساله مال كومبير. زين، هسه احمد، اذا جتنا هاي المساله شلون نحلها؟ احنا مشكلتنا مو مفاهمين، قاعد نفتهم بس ما نعرف شلون نحل. سهله، هسه انا قاعد بامتحان وجتنا هاي المساله، خل اشوفكم شلون راح اقراها وشلون راح افسرها حتى نحلها. يقول لك كومبير، قارن بين عدد القطرات ومده الوقت بالمنت المطلوب حتى نوصل 50 مل من محلول وريدي اذا استخدمنا المايكرو دريبسيت اللي هي توصل 60 قطره بكل واحد مل، وبين الستاندرد القياسي اللي توصل 15 قطرة لكل مل. إذا اثنينهم يوصلوا لك كل قطرة بثانية واحدة،
يعني شنو هسه شفتها مثلا من السؤال افتهمت يقول لك اريدك تقارن لي بين عدد القطرات اللي راح يوصلها المايكرو دريب سيت. احنا مو بالبدايه اخذنا المايكرو دريب والماكرو دريب، لا هاي بعدنا ما اخذها، هسه راح ناخذها المايكرو دريب والماكرو دريب. زين اي اللي راح يوصلها المايكرو دريب سيت 60 قطرات على مل، واللي راح يوصلها القياسي، القياس هذا اللي نستخدمه العام. زين احمد تعال شنو فهمنا شنو القياسي شنو المايكرو دريب سيت؟ طلاب هو هذا شنو المايكرو دريب سيت او السيت، هي كلمه سيت، هذا احنا نسميه بالعاميه جهاز اعطاء. شنو جهاز اعطاء؟ هذا اللي يشكل بالوريد ومن ثم بالكانيوله بايد البيشنت او المريض. هذا الحلقه توصل يسموه جهاز اعطاء اللي هو السيت. هنا هذا بانواع، بالمايكرو دريب بالماكرو دريب بي، هو هذا القياس اللي يوصل لك بكل واحد مل 15 قطره. فناشي يقول قارن لي بين المايكرو دريب اللي كل 60 قطرة يلا توصلنا 1 مل، وبين القياسي اللي كل 15 قطرة معناها 1 مل. زين هو ايش قد منطنا 50 مل. زين هو شي يريد قارن بين النمبر اوف دروبس اول شي. خوش هو شي يقول هناش مكتوب بالمايكرو دريب مكتوب 60 قطرة بكل 1 مل، اذا 50 مل هاي سهلة، هاي 60 في 50 3000 دروبس، هاي طلعناها المايكرو دريب مال القطرات مال المايكرو دريب اول مطلب حلينا. هذا هو دا يقول لك كل 60 قطره بواحد مل، اذا 50 مل خلاص 3000 قطره. تريدون بنفس الوقت ترجعون على الستاندرد وتطلعون قطراته وتسوون مقارنه هم ما صحيح، تريدون تكملون المطلب مال كل واحد هم ما صحيح، خلينا نمشي على الملزمه نكمل المطلب الثاني. المطلب الثاني يريد اللينث اوف تايم، يعني طول او مده الوقت. زين ان القطرات مال شنو؟ ها مال الجرعه الكليه، يعني مال 3000 قطره، مو تجي على 60 دروب اللي هي بكل مل، لا يريد كلها مال 50 مل. زين نجيب 3000 دروبس نقسمها على 60، هاي ال 60 مال شنو احمد؟ هاي مو قايل لك اخر شيء، يقول لك اذا هو ان كل قطره واحده دقيقه بثانيه، اذا دقيقه دقيقة أحمد أنت منين جبت لنا الدقيقة؟ أقرب بداية السؤال ده يقول لك length of time in minutes، أريدها بالدقائق. فحلو هاي خلاص كل قطرة بثانية، إذا دقيقة إذا 60 قطرة بالثانية، فنقسم 3000 على 60 راح تطلع 50 دقيقة. خلاص طمن الأول نجي على الثاني نفس الشيء بالضبط، الثاني جقيد 15 بكل مل، إذا 50 15 في 50 750، مطلب الثاني 750 نقسمها على 60 لأن هو إيش قايل لك؟ ده يقول لك if in each case بكل وحدة، بهاي الحالة واحد دروب لكل ثانية، وهاي كذلك واحد دروب لكل ثانية نفس الشيء، فهما 60 نقسمها راح يطلع نفس الشيء، راح يطلع 12.5. هذا هو نحل السؤال. شفت شلون فسرته؟ طبعا هو هذا السؤال أكل وقته هواي، ليش؟ لأن أنا قصدت أفسره يلا أحله. عرفت شلون قرأته وفسرته؟ هسه كبيكم من راح يسمعها راح يشوفها سهل، لكن بعد فترة يعني أو من يجي يحل مصدر راح يشوفها صعب. طلاب أنت اقرأوا افهموا حاولوا يعني تحلون، وهسه أنا وأشرح راح أذكر أيضا بعد شلون أحل الأسئلة عسى ولعل تفيدكم. زين طلاب هسه الانترافينوس بوش، هذا السلايد عبارة عن شغلات نظرية يجي على شكل نظري، شنو الانترافينوس بوش، شنو البولس دوز، شنو الاي في ستيت الى اخره، وين نستخدمها بالامرجنسي او الكريتيكال كير سيتويشنز والى اخره، يعني ان شاء الله تحفظوها مثل السلايد الاولاني اللي ذكرته. نقلب الصفحه، هاي طبعا المسائل اللي بهذا الموضوع كلها مال مبادئ وشغلات جزئيه، ما اعتقد تجي مساله الا اذا جت ام سي كيو او مساعده. زين نجي نشوف اول شيء يقول لك اكو دكتور وصف الدواء الميدازولام هيدروكلورايد 2 ملي جرام اي في ستيت 2 ملي جرام، يقول لك وبفيال والى اخره. المهم شو يقول لك كذا، هو الدواء 5 ملي جرام على مل، منطق 5 ملي جرام لكل مل، ايش قد عدد المليلتر مال اللي لازم ننطيها اذا 2 ملي جرام؟ ها هي 5 ملي جرام لكل مل، اذا 2 ملي جرام نسبه وتناسب يطلع 0.4، يعني بسيط جدا، منطيني حجم ووزن مال الدواء ومنطيني وزن مال الدواء ثاني يريد حجمه. هاي قضينا المبادئ والحسابات كلها نحل هيك. زين نجي على الثاني نفس الشيء لكن مدخل لك الباوند وهاي السوالف. شو يقول لك اكو دواء البولس دوز مالته من 0.1 الى 0.4 يونت اللي هو الانسولين ما يتعامل، العفو ما يتعامل بال ملي جرامات وجرامات، يعني هو بشكل عام يتعامل بالوحدات اي في بي. زين يقول لك ايش قد احسب البولز دوزج رينج، شوف الرينج يعني يريد من لل 0.1 ولل 0.4، اذا واحد مريض وزنه 200 باوند
أول شيء نسوي من نلقى باوند نقسم على 2.2 حتى نلقى بالكيلوغرام. لقينا وزن هذا هو زين، نروح نقرأ الجسمه نرجع، ما احنا ما نقدر نضرب قبل، ليش ما نقدر؟ نروح نرجع للدواء الجرعة مالته نشوف حاسبها لكل كيلوغرام. مرات يلعب لعبة يسولك ياها جرام ما يسولك ياها كيلوغرام، فنشوفه وش يقولك، يقولك 0.1 لكل كيلوغرام و 0.4 لكل كيلوغرام. خلاص إذا 0.1 لكل كيلوغرام، إذا 90.9 مجرد ضربهم بجرعة الدواء راح يطلع لك شقد الوحدات إذا كان وزن المريض كذا وزن. هذا هو. زين نجي على السؤال اللي بعده، يقول لك جنتامايسين اللي هو 2.5 ملي جرام على كيلوغرام، هذا الجرعة مالته 2.5 ملي جرام لكل كيلوغرام. وصف الشخص يعني الطفل حديث الولادة ايش قد وزنه؟ وزنه 1.5 كيلو. زين يقول لك احسب the dose of the drug، يريد الدوز مال الدراج. خاي مباشر شوفوا طلاب، من يجيكم جرعة ويجيكم وزن، أنتوا قبل ما تكونون حطوا ببالكم أول شيء راح تضربون الجرعة بالوزن حتى تلقون الدوز مال إيش قد بهذا الوزن. يعني 90-95% يجيكم مطلب، 5% البقية يجيكم جزء من المطلب. احتمال ما تطلب الشسمة، ما تطلب الدوز مال الدراج، احتمال تطلب مطلب يتضمن الدوز أوف دراج. هاي إذا تريد طول السؤال، فها يعني خلوها ببالكم، تشوفون جرعة وتشوفون وزن راح يصير ضرب بيناتهم حتى تلقون الدوز. زين اول مطلب هو طالب هذا يقول لك ايش قد الدوز، خلاص 2.5 ملي جرام لكل كيلو، اذا 1.5 كيلو نضرب هنا يطلع الجرعه مال الطفل هذا. المطلب الثاني شيء يريد، يقول لك اذا الادراك خليناه وريدي ب 50 مل. زين يقول لك الفلورايت نسبه التدفق ان مل على مينيت اف ذا انفيوجن از 30 دقيقه. شنو يعني هاي؟ يقول لك اشقد راح اشقد بكل دقيقة، كل دقيقة اشقد راح يدخل للمريض مل حجم، يعني اذا هو خلص بثلاثين دقيقة، هاي الخمسين مل خلصت بثلاثين دقيقة. زين اذا يعني كل دقيقة اشقد دخل الجسم المريض كم مل؟ بسيطة، مجرد نقول اذا هو اذا خمسين بثلاثين، اذا دقيقة اشقد قسم الخمسين على ثلاثين راح يطلع لك 1.7 او 1.67 مل لكل منت. بس شفتوا شلون يعني؟ بس هاي تصير اضافات. هسه نجي على المثال ما قبل الموضوع الاخير. حلو هذا السؤال، شوف شو يقول. يقول لك اكو وصفة المريض وزنه 154 باوند، اذا شنو راح نسوي؟ اول ما نقرا قبل ما نكمل السؤال فكر انه اول خطوه نقسم هاي على 2.2، قسمناه طلعنا الوزن، قول طلع 70 كيلوغرام، قريتها يعني انا اكيد، بس هو نقول زين ايش بيها هاي؟ يقول لك هي هاي المن الدواء، الدواء اسمه اونفوترسين. ايش بيها هذا الدواء؟ كل 0.25 ملي جرام من هذا الدواء لكل كيلوغرام من وزن المريض. يعني من اوصل لهاي النقطه انا هسه طبيعتي ايش راح اقول؟ راح اقول لو راح يطلب من عندي الدوز مال وزن المريض بشكل مباشر، لو راح ينطيني مطلب يجبرني اضرب. يعني من ينطيكم هاي النقطتين؟ ما يشذ لازم اكو خطوه تسوون بها هيك اذا ما كانت الاولى. يعني زين نكمل. يقول لك انه هو هذا الانفوترسين وين ضاف المغذي ابو ال 500 مل مال 5% ديكستروز انجكشن. ارجع واذكر هاي ال 5% ديكستروز تابعه لل 5% تابعه للديكستروز، يعني ما نستخدمها الا اذا طلب الجرامات مال الدكستروز نفسها مثل ما اخذنا بمثال قبل شويه. زين نكمل. يقول لك اذا كان الانفوتيرسين بي is to be obtained from constituted injection ذات، هاي الذات تبع المن تبع الانجكشن مو للانفوتيرسين بي، شبيها تحتوي 50 ملي جرام على 10 مل. خوش how many milliliters should be added to be dextrose injection؟ شنو يعني؟ يقول لك ايش قد عدد المليترات اللي لازم نضيفها للدكستروز انجكشن مال منو المليترات؟ مال الانفوتيرسين يقصد بي، وضحت هاي ال 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 المليترات يقصدها مال الانفوتيرسين، وين نضيفها؟ نضيفها ال عفوا الموجوده، وين الموجوده؟ بالانجكشن، لان هو دي يقول لك ان الانفوتيرسين منين اوبتيند، منين اخذه؟ من الكونستيتويتد انجكشن. فهي هاي شوفوا يعني السؤال واحد من يقرا يدوخ، لكن من يفسره كلمه بكلمه يقوم يفتهم ويربط. زين هو طالب مل، خوش حكي، عندنا نسبه عندنا بالجانب المقابل مال الانجكشن اللي اخذنا من عندها الانفوتيرسين، عندنا الوزن الكلي والحجم مباوع
50 ملي جرام بعشرة مل، اي هذا عندنا زين. ايش ينقصنا هو طلب الليتر؟ ينقصنا الوزن، وزن الدواء. منين نجيب وزن الدواء؟ نرجع شوي لي فوق، خلاص عندنا هي 0.25 ملي جرام لكل كيلوغرام. اذا وزن المريض 70 كيلوغرام، مجرد ما نضرب الدوز بالسبعين راح تطلع 17.5 ملي جرام مال منو؟ مال الانفوتيرسين. زين، صار عندنا وزن الانفوتيرسين موجود، وصار عندنا الخمسين ملي جرام والعشرة مل مال الانجكشن اللي اخذنا من عند الانفوتيرسين موجودة، نسبة وتناسب راح يطلع المل مال الانفوتيرسين. شفت شلون؟ يعني فسخته للسؤال، يلا حليته. ما اقدر اجي اقراه قبل واقول ها والله احمد السؤال ما مفهوم ما اقدر تحله، فسخه، اعزل كل شيء، افهم منطوقه، عود مني يبين عندك نقص او هيك شيء، ساعتها يعني ها اكفد خلل، اكفد لعبه بالسؤال. زين، هسه هذا السلايد ما قبل الاخير اللي هو يحكي على موضوع اسمه الرايت اوف فلو، تابع لذاك النظري. اول شيء وشنو الرايت اوف فلو؟ خلينا نفتهم هيك بشكل عام، هم معلومة تفيدكم وما تفتهمون السؤال. الرايت اوف فلو المغذي شايفه من عيقه بشمعة او شوف شنو تعلقه وتخلون بيه النيدل مال جهاز الاعطاء وينمد للكانيولا اللي هي بالايد هاي، مو يقوم يقطر، هذا هو المعدل. هاي يقول لك كم قطره بالدقيقه؟ شوف يعني هم حسب يحددوا، اكو بيوم 60 يعني بكل ثانيه قطره، اكو بيوم لا 120 قطرتين كل ثانيه، شوف هم يعني بعد حسب الحاله والحاجه. زين، القانون يقول لك مال الرايت اوف فلو شنو؟ يقول لك الفوليوم انفيوجن، حجم الانفيوجن بالمل بالدروب سيت، دروب على المل، هاي الدروب سيت هسه جوا مذكوره عليها منطقه مثال، على التايم بالمنت. جوا شو يقول لك؟ يقول لك الشائعات اكو شيء اسمه مايكرو سيتس واكو مايكرو دروب واكو مين دروب. المين دروب هو المايكرو دروب هو نفس الشيء، بس الاختلاف وين؟ بالمايكرو دروب، بالمايكرو سيتس او المايكرو دروب نفس الشيء. هذا الماكرو يوصل 10 او 15، كل 10 او 15 او 20 من عنده يا دوب توصل لك مليليتر واحد، عرفت شلون؟ ذاك بعد يعني اتعز، ذاك كل 60 قطره توصل لك مليليتر. يعني شنو يعني؟ ذاك يستخدموه بالحالات اللي يريدون يوصلون بها 10، يوصلون بها اكبر كميه بشكل اسرع. هاي لا ما مستعجلين، فترات طويله، مغذي اكل ما اكل يحطوه 60 دروب لكل مليليتر. فهاي شغلات يعني هاي الجوة متعلقة بالقانون الفوق اللي ممكن نستخدم المسائل. خلينا نجي هسه على هاي المسألة الأخيرة نشوف شلون. هاي المسألة الأخيرة شو يقول لك؟ يقول لك انترافينوس انفيوجين يحتوي 10 مل تركيز 1 إلى 5000 من محلول اللي هو منطي الدواء، يعني هذا التركيز مال الدواء اللي هو الايزوبروتيرينول هيدروكلورايد. زين، يقول لك اند، شوف هاي الانجرو جواها خط، ركزوا بالتفصيل بالسؤال، اكو شغلات تتغير. اند هنا قايل لك 500 مل، يعني اثنين هم دواء حجمه 10 مل وهمات موجود المغذي الدكستروز اللي حجمه 500 مل. يعني شوف هسه من انا داقة السؤال، اول شيء طخ ببالي احتمال راح يجبرني اجمع، لانه هو يقول لك اند اثنين سوى. زين، شو يقول لك؟ يقول لك ات وات فلورايد شود بي انفيوجن بي ادمنستريتد تو بروفايد 5 مايكروغرام من هذا الدواء بير مينيت بكل دقيقه، ويرد وات تايم انترفال ويل بي نيسيسري فور ذا ادمنستريشن اوف انتاير انفيوجن. شنو يعني؟ يقول لك ايش قد راح اكمل من الدواء راح يصير بكل دقيقه، وايش قد نحتاج وقت حتى نخلص الدواء. يعني المطلب الثاني عكس الاول، فهمت شلون؟ شيء عكس شيء. نجي على اول مطلب، اول شيء نلقى عدد جرامات الدواء. زين احمد، ليش لقينا عدد الجرامات؟ يعني شو نسوي بيها؟ هسه انا اقول لك شو نسوي بيها. احنا اول شيء نلقاها، تعرف عندك 10 مل وعندك نسبه، منين جت هاي النسبه؟ هاي الواحد على 5000. تقدر قبل منها تسويها نسبه وتناسب وتحاولها، وتقدر تحاولها نسبه مئويه، اثنينهم صحيحات، راح تلقى الجرامات او الملي جرام المايكرو جرام. هاي بعد يمك انت حسب سؤالك شوف ايش يحتاجه. زين، ليش حولناها؟ هو ايش قايل لك؟ قايل لك عفوا ايش منطق؟ واقرا ورا من المطلب، يقول لك وات فلورايد شود بي ذا انفيوجن ادمنست تو بروفايد، حتى يعني حتى منطيك فتشي توصل اللي هو 5 مايكروغرام لكل منت. هاي ال 5 مايكروغرام لكل منت، زين شو نسوي احنا؟ نقول اذا هو يريد المل، المل شوف شلون راح افسر، يريد المل مال هاي ال 5 مايكروغرام كل دقيقه، واضح؟ زين، راح تقولون احمد ما افتهمنا بعد، ليش راح نلقى الوزن؟ شوف، هو منطق وزن يريد الحجم مالته اللي بكل دقيقه، احنا بالجهه المقابله ايش عندنا؟ عندنا وزن وعندنا حجم، هذا هو نسبه وتناسب.
شوف ايش راح يسوي. اول شيء هو ايش حول ضرب العشرة مل في واحد على 5000 طلعت 2 ملي جرام. وضحناها هاي شلون تطلع، طلعت 2 ملي جرام. ال 2 ملي جرام راح نحولها مايكرو، او ال 5 مايكرو تحولها ملي جرام، اثنين صحيحات. بس انا دائما افضل تحولها ارقام صحيحه مو عشريه. 2 ملي جرام راح تصير 2000 مايكرو جرام ار كونتيند ان فوليوم اوف 510 مل. دقيقة أحمد، ليش 510؟ هذا منين إجاد الحجم؟ تذكرون الآن اللي قلت قبل شوية عليها، العشرة مال مال الدواء والخمسمية مال المغذي، هو مو جمعهن، أنت حطيتهن سوا، فلازم تأخذ الحجم الكلي. زين، إذا 2000 مايكرو جرام هم حجمهم 510 مل، هاي بدقيقة. زين، إذا 5 مايكرو جرام، هو قايل لك أكمل 5 مايكرو جرام من هذا الدواء بير مينت، يعني راح يطلع خلال دقيقة. خلاص نسبة وتناسب، راح يطلع 2.28 أو 2.275 ميل بير مينت. خلصنا من أول مطلب. المطلب الثاني شو يقول لك؟ يقول لك هسه هاي مو 1.28 خلال دقيقة؟ راح أقول له إيه. راح أقول له زين، هاي كم دقيقة تحتاج حتى تخلص 510 ميل؟ أحمد ليش 510 ميل؟ لأن هي الحجم الكلي، يعني احنا طلعنا الحجم الجزئي خلال دقيقة، مضبوط 2.28 مل هاي خلال دقيقة. زين، كل واحد 1.28 مل. زين، كل 1.28 مل من هاي 510 يحتاج لدقيقة حتى يخلص. اذا 510 بساطة نسبة وتناسب نسوي، نقول اذا 1 على 1.28 اكس على 510 طرفين بوسطين، راح تطلع عدد الدقائق اللي تحتاجها بالضبط حتى تخلص ال 510 مل، وتقدر تحولها ساعات ماكو اي اشكال. لكن الاهم انه اول شيء طلعها بالمنت. هنا تكون خلصت المحاضرة، اتمنى كل شيء يكون واضح.